والله رمضان مثل ما يعني لكل مسلم، يعني انه هو فيه اشياء كثيره منها الانسان يسترجع ما مضى على ما عليه مدار عام، يعني مدار العام هذا، وتكون وقفه تامل للسنه القادمه ايش اللي راح يعمله وكيف راح يكون تصرفاته وهو انسان ينتمي للاسلام وينتسب للاسلام. ومن خلال رمضان يحس كيف الحياه وكيف الناس عايشه وكيف غير اللي يعاني من الجوع والحرمان. أيضا فيه التسامح وفيه الزيارة وفيه صلة الرحم، حرصا من الإنسان المسلم يعني إنه هو ينوب الثواب الكامل خلال هذا الشهر.